في إطار الجهود الشعبية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بادرت منظمات مدنية بتوزيع المعقمات والمستلزمات الصحية بشكل مجاني على أهالي مدينة الموصل القديمة، بالإضافة إلى توزيع البوسترات التي تحتوي على الطرق الوقائية من الفيروس. تعمل الآن المنظمة بتوعية وتثقيف من فيروس كورونا في التحديد في مدينة الموصل في الجانب الأيمن، وبالتحديد في المدينة القديمة، وكذلك توزيع سلة صحية لأهلنا وناسنا في المدينة القديمة وكيفية استخدام هذه السلة، كذلك لصق بوسترات توعوية من مخاطر فيروس كورونا. وتتزامن هذه الأنشطة المجتمعية مع حملات الدفاع المدني المستمرة في المدينة، حيث شملت تعفير الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات، كما أكدت تطهير المئات من الأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان. باشرت مديرية الدفاع المدني منذ ظهور فيروس كورونا بإجراء عمليات التعفير والتعقيم على المناطق. طبعاً باشرنا في مطلع شهر آذار بالدور السكنية والمؤسسات الحكومية والدوائر اللي يقوم المواطن بشكل دوري بمراجعتها. في ظل تضافر الجهود الشعبية والحكومية للوقاية من كورونا، يبدو أن العراق في طريقه إلى الخلاص من هذا الفيروس القاتل، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الالتزام بالقواعد الصحية التي حددتها خلية الأزمة. فلوج عمو.